شباب، قائمة بأهم العملات لازم تطلع عليها. صديقي، منصة باينانس وضعت هال 12 عملة بقائمة المراقبة، طبعا تحت المراقبة لحذفهم من منصة باينانس. صديقي عليك الحذر إذا أنت كنت مستثمر فيهم. صديقي حجم الخسارة رح تبقى كبيرة. لكن شباب، قبل ما نشوف العملات خلونا نلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباح الكبيرة. شباب، صفقتنا بال ARB صديقي دخلناها بالقريب $1 وخرجنا منها عند $2، حققنا ربح اكثر من 100%. بتمنى منك صديقي ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اسفل الفيديو لتاخذ اهم الصفقات الناجحة. وهلا شباب خلونا ننتقل عن ال 12 عملة. صديقي لازم تختار العملات الصحيحة اللي مثبتة في منصة باينانس كونها أكبر منصة بسوق الكريبتو. صديقي هالعملات هاي تم وضعهم تحت المراقبة لشدة الخطورة فيها بسبب التقلبات. طبعا صديقي منصة باينانس ما ممكن توضع عملات عندها إلا إذا ما كان نسبة أمانهم عالية. فإذا إذا حصل تقلبات بالعملات ينوضعوا تحت المراقبة ومن ثم لذلك. أول العملات ANT، ثاني عملة FIR، ثالث عملة KBR، MDX، وعملة الريف والZAN. بكل الأحوال صديقي أنا راح أترك لك اسم العملات بصندوق الوصف. صديقي إذا أنت كنت مستثمر بهالعملات بتمنى منك تكون حذر وتنطلق لعملات أكثر أمان، عملات خالية من التقلبات لحماية رأس مالك. صديقي مو كل العملات البديلة صالحة للاستثمار. صديقي انتقي العملات الذات الأمان العالية. إذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو واستفدت من هاي المعلومات، لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب. لا تنسى تفعل زر الجرس ليصل لأكبر عدد من الأشخاص لحتى يستفادوا من هاي المعلومات ويتفادوا الخسارة.